انا مش عيب ان انا احترم جوزي ولازم احترم جوزي، بس مش هقول قدام الناس يا استاذ. انا حابه برضو فكره الاعلام على طول منك للناس. احنا كنا بندافع عن الرجاله. لا انا قلت لك انا لا ثواني، قلت لك انا كنت بتكلم في البرنامج باعتدال. بنتك عرفت او اختك عرفت ان جوزها بيضربها هتوافق وهو ينام في التكييف وانا انام بره فيه؟ لا لا، في حاجه كوميديه شويه. بعد بقى اللي ملوش كبير اتجهت لمجال تاني خالص اللي هو الاعلام. بقى تركيزك فيه اكتر شويه، ايه السبب في ان انت تركزي في الجزئيه دي؟ هل مثلا في تقصير في التواجد في الفن، في شلاليه شايفاها، في مواضيع، في حاجات ادوار مش عاجباكي فقلتي لا اشوف اعمل حاجه تانية؟ يعني ايه اسباب اتجاهك عامه للاعلام في الفتره دي، في السنتين اللي فاتوا عامه؟ والله حسين الاسباب ان اولا في حاجات اتعرضت عليا ما كانتش مناسبه ليا خالص. ثانيا انا حابه برضو فكره الاعلام زي ما انا حابه الغنى، حابه التمثيل والاعلام، كل ده بيكمل بعضه. فلما اتعرض عليا البرنامج لقيت فكرته كويسه جدا وحلو ان انا بطلع حلقات هوا على طول منك للناس على طول. بقى انت بتتكلم كبسنت بقى الحقيقيه بشخصيتها مش تمثيل كمان. فالفكره عجبتني قوي. الفكره عجبتني ان البرنامج نفسه فكرته كانت مختلفه شويه. فكل الاسباب دي اتجمعت مع بعض. بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا وقتها كنت بصور فيلم الجنينه وانا بعمل البرنامج، يعني ده ما عطلنيش عن التصوير. بقيت بحاول اوفق الوقت واروح تصويري وارجع اصور الحلقات عادي بتاعتي. تمام. بس انا عايز اعرف برضو لما قدمت برضو في يعني بقيتي مذيعه، لقيتك داخله مش مذيعه تقليديه، برضو ليكي هدف معين؟ ستات وقاعدين تتامروا على الرجاله وشغلانتكم شغلانه، مالكم بقى؟ لا لا، يعني احنا خلصنا بنحاول نخلص من اللي انت عارفاه ومن اللي هجي لك عليهم دلوقتي. لقينا اربعه طالعين لي مره واحده وثلاثات وقاعدين لي بقى ايه، قعدت ستات كده ايه جميله. لا مش بنتآمر، لا خالص. بتتخانقوا على الرجاله؟ لا لا بالعكس، لا والله، ده احنا كنا بندافع عن الرجاله. بس عشان انت عارفني انا برضو فيمنست في الاول وفي الاخر. ايوه. فاحنا كنا بندافع، بس انا بتكلم باعتدال. يعني احنا كنا منقسمين، في اللي معايا بيتكلم باعتدال وفي اللي جايه مع الست رغم البرنامج لراجل، وفي اللي جايه مع الراجل جدا. تتفقوا مين اللي مين اللي هيجي على الراجل ومين اللي هيجي على الست قبل البرنامج؟ لا احنا بنتكلم كل واحده بقناعتها الشخصيه. اه. فانا كنت بتكلم باعتدال، اللي هو لو في حد مثلا عمل لنا مداخله ومراته مثلا هي الغلطانه او كذا، نقول له لا هي الغلطانه وممكن هي تصلح كذا كذا كذا. لو العكس هو اللي غلطان بنقول لا انت غلطان وممكن تصلح واحد اتنين تلاته. لان اولا واخيرا احنا هدفنا ان احنا نوعي الناس، ندي للناس افكار ونصايح ازاي يهندلوا الدنيا، ازاي يحلوا مشاكل. لان احنا اولا واخيرا كبرنامج عايزين بيوت عمرانه، مش عايزين خراب بيوت. ده كان ده اللي كان بيميز البرنامج بصراحه. اه. لكن في برامج تانية يعني مثلا هتلاقي جنب واخد رضوى الشربيني وجنب واخد ياسمين عز. هنا رجاله قوي، هنا ستات قوي. احنا كنا في ايه رايك بقى؟ والله بص، انت اصلا مع انهي فريق؟ مع رضوى. مع رضوى؟ اه. اه يعني انت كنت بتحكي علينا في البرنامج بتاعك؟ لا انا قلت لك انا لا ثواني، قلت لك انا كنت بتكلم في البرنامج باعتدال. يعني فرضا لو رضوى في مره من الحلقات لقيتها بتتكلم حاجه مثلا تحملت على الرجاله بزياده، هكون في صف الراجل. وياسمين عز ده لو حصل معجزه وفي يوم تحملت على راجل، وده مش هيحصل، ساعتها هقول لا هي تحملت، بس لا اليمين قوي حلو ولا اتجاه الشمال قوي حلو، الوسط كويس. فانا بالنسبه لي انا في صف رضوى ليه؟ رضوى دلوقتي لما رضوى بتيجي تقول للست سيبي مثلا جوزك او سيبي خطيبك، بتقول ليه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اولا خطيبك ده لو مثلا جوزك سوري بيضربك، جوزك مالوش شخصيه واهله اللي ماشيينه، مش انت، مش هو اللي ماشي البيت. جوزك بيشرب مخدرات، جوزك مثلا قاعد في البيت بمزاجه مش عايز يشتغل، مش قاعد مثلا عشان تعبان او اتفصل غصب عنه عليه. عايز حد يصرف عليك. لما هي تقول للست سيبي راجل زي ده، هو ده يسمى راجل اصلا؟ لا طبعا. طيب هل هي كده بتتكلم في حاجه غلط؟ الرجالة في مصر للأسف أغلبهم بياخدوا من العناوين بس. لو قعد سمع حلقة هيلاقي إن كلامها صح، هيلاقي إن هو كراجل لا هيقبل على بنته زوج زي ده، لا هيقبل على أخته زوج زي ده، مش هيقبل على أي حد سوي راجل زي ده. مثلا ما أنت دلوقتي لو جه لبنتك عريس مدمن هتوافق؟ أكيد لا. بنتك عرفت أو أختك عرفت إن جوزها بيضربها هتوافق؟ لا. فهي رضوى الشربيني بتقول لهم كده، فين التحريض اللي هي بتحرضه؟ بس ما بيتمش اظهار النماذج الايجابيه دايما، رضوى تظهر نموذج النماذج الرجاله السلبيه، وياسمين تظهر نماذج الستات كلها لا السلبيه. لا
ثانية واحدة، في حلقات لرضوى جابت ستات جوازهم شالوهم في مرضهم وفي كل حاجة ونماذج رجالة زي الفل جابتهم في البرنامج. بلس ان اغلب المشاكل اللي بتجيلها هي غصبا عنها بيجيلها مشاكل، كلها مشاكل، فهتعمل ايه؟ بس يعني مش هتنقي، هي كلها مشاكل. بس جابت في حلقات فعلا كان في زوج مثلا شايل مراته مش عارفه سنين كتير جدا في تعبها، وهو اللي كان بيعمل كل حاجه، وده راجل يعني يتحط على الراس. لكن ياسمين على النقيض تصريحاتها لا غريبه، يعني في تصريحات بقراها كده بقعد اضحك. يعني سيبك من التصريحات، مصطلحات نفسها ممكن تكون اوفر شويه، اللي هو الفرعون، الاستاذ، يا استاذ، شويتين ثلاثه. ما هو انا مش عيب ان انا احترم جوزي، ولازم احترم جوزي، بس مش هقول قدام الناس يا استاذ. انا دي باسمه عادي، باحترام وبادب، لكن مش اول ما يجي البيت انا اقطع نفس خالص، هموت يا حاجه اروح فين وهو ينام في التكييف وانا انام بره فيه ايه؟ لا لا، في حاجات كوميديه شويه.